رجعنا لحضراتكم على الهواء مباشره، وبتنتي معاكم دايما فقره الصحافه. منورنا في الاستوديو الصحفيه المتميزه جدا امال عويدي. صباح الفل. صباح الانوار يا دينا. ايه الاخبار؟ الاخبار عندنا كتيرة. اخبار كتيره. مش عارفه ليه جايبيني انا النهارده، ليه انا بالذات النهارده؟ لا ما ينفعش، لازم النهارده لازم. خلينا نبدا على طول، ومن جريده المصري اليوم نستعرض على طول بس العناوين الاول، وبعد كده نخش في تفاصيل كل خبر. أوكي. المصري اليوم الصفحه الاولى: ماراثون الرئاسه ينطلق ب 23 مرشحا. الاهرام 23 مرشحا لانتخابات الرئاسه. الشروق الصفحة الأولى: هجوم إسلامي عاصف ضد ترشيح سليمان. المصري اليوم: البرلمان يجهز قانونا لحرمان الجنرال من الترشح، ومرشحون يجتمعون لمواجهته. الشروق الصفحة الأولى: قوى سياسية تستعد لإعلان حزب الثورة، والبرادعي وكيلا للمؤسسين. المصري اليوم صفحة 3: جدل التأسيسية، جبهة المنسحبين ترفض الاستبدال. الأهرام الصفحة الأولى: أعمال شغب وفوضى تؤجل نظر موقعة الجمل لليوم. الشروق الصفحة الأولى: تشريعية الشعب تعدل قانون المحاكم العسكرية بعد شد وجذب مع العسكري. وأخيرا من الأهرام الصفحة الأولى: الثانوية العامة سنة واحدة من العام الدراسي المقبل. والله صعباني عليا بتوع ثانوية عامة، أربع سنين وبعد كده حد فاضلهم دلوقتي. كل شوية سنتين سنة. يلا نبدأ، خلينا في الثانوية العامة اللي دخلها مصر. أيوة. كمان شهرين يعني. ربنا يستر. نبدأ على طول من ماراثون نبدأ الرئاسة. على طول يعني. أعتقد إحنا مش ممكن نتكلم عن حاجة غير اللي حصل إمبارح في اللحظات الأخيرة، وكأننا في فيلم يصنعه حسن الإمام بكل الملياردراميات والشوهات والعربية اللي ما فيهاش مرشح فرايح لعربية تانية وحاجات كده. عارفة عمالة أقرأ النهاردة الأخبار وتابعت بعضها امبارح على الفضائيات. فعلا دراما يعجز معرفش مين، يعني خلينا نقول حسن مين المؤلف، حسن الامام مخرج الروائع، عن ان هو يخرجها. الحقيقه امبارح كان في مجموعه من مش المفاجآت، بس هي اللي كان حصل لها نقول ايه تمهيد قبل ايام. تقدم لماراثون الرئاسه السيد عمر سليمان، تقدم ايضا محمد مرسي، طبعا مع حفظ الالقاب، يعني خلينا بنتكلم نقول الاسماء دي، حتى لو قلنا مرسي بقى خلاص معروف هو مين. تقدم خالد علي بتوكيلات، خلينا نقول خالد علي المرشح الشاب مقارنة بكل المرشحين اللي تجاوز كلهم سن 60، ودي نقطة لابد أن أتوقف عندها طبعا. ليس دفاعا عن خالد علي بحد ذاته، ولكن الثورة دي قامت بإيد مين وعلشان خاطر مين، وفي النهاية وصلت إلى مين. الحقيقة امبارح برضو النهاردة عمالة أقرأ أخبار مثلا من نوعية أنه التأمين الزائد عن الحد لوصول سليمان إلى الترشح، اتقدم 100,000 توكيل عمر سليمان. طبعا على الجانب الآخر الاتجاه الإسلامي أو التيار الإسلامي ابتدى يشن هجوم، حتى ده العنوان الرئيسي موجود في الشروق: هجوم إسلامي عاصف ضد ترشيح سليمان. الحقيقة يعني أنا عايزة أقول حاجة امبارح حضرتها، كان في مجموعة اسمها جيل جديد في جامعة القاهرة من إدارة من التعليم المفتوح، مجموعة شباب حوالي 30 طلبوا مني إن أنا أروح أتكلم معاهم. فبنتكلم عن إيه؟ طبعًا عن موضوع المرشح الرئاسي ده بخصوص ذكر الإسلاميين. الأوضة اللي كان فيها 20 مثلًا طالب أو طالبة، من أغلبهم من إعلام القاهرة، 14 اختاروا الفتوح، 2 اختاروا عمر سليمان، 2 اختاروا حمدين، 2 اختاروا حازم أبو إسماعيل. الغريبة ان الأوضة اللي فيها 20 اللي جايين يحضروا محاضرة وعي وتثقيف ما فيهمش ولا واحد ولا واحدة إخوانية. بالنسبة لي كان تعليل المسألة انه شباب الإخوان مسلمين دماغهم لما سيقوله مجلس الإرشاد، ودي نقطة تظل نقطة خطرة. لا ما يقص، يعني خلينا برضو نكون متفقين ان تنظيم الإخوان المسلمين أساسه هو مبدأ الطاعة، سمع وطاعة. اللي مكتب ارشاد هيقولوا احنا هنسلم بيه بالظبط. يبقى انت واقعه في يعني مش انت كدينا، احنا كل المصريين، او حتى بقول شباب الاخوان، انا مش بتكلم دلوقتي قياداتهم اللي فوق الستين يعني، لكن بقول لشباب الاخوان واقعين في هذا المزنة الان. وزاد من صعوبه المشهد وجود عمر سليمان فيه، باعتباره هو نائب رئيس تم خلعه بثوره، باعتباره هو جزء من النظام السابق زيه زي عمرو موسى زي احمد شفيق. ده صحيح. احنا بنحلل المشهد وده ليس حكم على احد. عشان ده كان بالنسبه لي، بس كنت عايز اجري الخبر بتاع البرلمان بيجهز قانونا لحرمان الجنرال من الترشح. متهيألي لو هنعمل قانون فهو قانون يطبق على جميع الفلول. بالظبط.
صح؟ بس انت عندك بس مشكله اخرى. ليه لجأنا له دلوقتي؟ أخرى نوضحها للناس. عصام سليم، عصام سلطان من حزب الوسط خرج بقانون او مشروع قانون انه يا جماعه نمنع، اللي هو كان اتقال عليه، اللي اتكلمنا عليه من عده اشهر واتقال عليه قانون الغدر السياسي، اللي هو كل من مارس عملا رئاسيا وزاريا مدفوع مش عارفه ايه من النظام السابق بيتم تنحيته عن العمل في المجال السياسي لمده 5 سنوات. الحقيقه في المقابل لابد ان نستمع لقول الدستور في المساله او المحكمه الدستوريه، ده هيبقى قانون غير دستوري. لانه مش هيجي انت دلوقتي وتتكلم على ده، انت لو كنت عايز تعمل دوت قراراتك الثوريه بعد 25 يناير كنت عملتها بعد 25 يناير، ما تجيش بعد الهنا بسنه وتقول نعمل هذا القانون. اولا لا يصح ان يكون قانون، انت كان عندك شرعيه ثوريه تم اختطافها بشكل او باخر، تحولت الى احنا دلوقتي احنا الدستور هنمشي عليه ازاي وهيعمل ايه واللجنه التاسيسيه ومين اللي هيقول وشريعه ولا حكم شرع ولا مبادئ شرعيه شريعه. المهم المساله كلها هتنحصر في انه هذا القانون الذي يعرض الان والذي يطرح الان، انا متاسفه جدا عايزه اقول لكم ان هو لن يطبق لاعتبارات تتعلق بالمحكمه الدستوريه. من اول جلسه هتنص على عدم دستوريته. يعني قانون لا يصح، لانه انت عندك في مبدا اساسي في الدوله اللي هو المساواه. يعني مبارك زي زيك ما لم يتم ادانته في القضاء. هو مواطن حتى هذه اللحظه لم يتم ادانته. بتوع موقعة الجمل هم مواطنين، المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وبما انه لم يتم حتى الان ادانه اي حد من النظام السابق واللي هم بيدخلوا تحت هذه الفئه في يعني نقول ايه، في مفاوضات حصلت، ده الاسم الشيك ليها يعني، مش مساومات كان بعضها على علم بيها احمد شفيق، كان على علم بيها عمرو موسى، كان على علم بيها عمر سليمان. هذه اسماء شاءت ام ابت هي تورطت في النظام السابق. عمر سليمان قعد 13 يوم او 12 يوم نائب رئيس في اصعب اللحظات التي مرت بها مصر. لا هو السيد عمر سليمان كان موجود من 93 كمان، يعني ملفات مصر كلها. لا انا بتكلم بقى ايه، احنا خلينا نتكلم في الخمسه 18 يوم بتوع الثوره، مش هنتكلم قبلهم، مش عايزه اتكلم قبلهم، بس 18 يوم بتوع الثوره احمد شفيق متورط في 18 يوم الثوره وخرج ثاني يوم موقعة الجمل بيقول نديهم بونبوني، اعتقد ان كل المصريين فاكرين. احنا بنقول حقائق 18 يوم، مش هتكلم والله ما هتكلم على 30 سنه. خلاص اللي راح راح بح. 18 يوم كان فيهم عمر سليمان 12 يوم نائب رئيس، عمرو موسى لا يستطيع ان ينفك بسهوله عن النظام السابق. المهم دي ده الثلاثه اللي هم ليهم علاقه بالنظام السابق. لو اتكلمنا على الاخوان المسلمين عندنا دلوقتي خالد الشاطر، محمد مرسي، هم اضعفوا نفسهم بطرحهم مرشح اخر لتوضيح فكره اساسيه، مش مهم من مين اللي يجي بس اللي المهم يبقى مننا. ده صحيح. تذكرت بكل يعني بكل نقول ايه حضور الذهن يوم 30 يناير عندما ذهبت بصحبه صحفيه اسبانيه صديقه ذهبت للقاء محمد بيومي، دكتور محمد بيومي كان احد المتحدثين باسم المرشد العام. ولسوء الحظ هي اللي محتفظه بالتسجيل مش انا، اصر في هذا التسجيل انه احنا لا نهدف لسلطه، نحن لسنا طلاب سلطه نفسي كان يبقى معايا التسجيل ده وارجع اقول للساده الاخوان المسلمين هو ايه اللي حصل بالظبط. ده انتوا مش بقى، ده مش واحد ده اتنين، يعني عارفه اللي هو فكره ايه، مش لا خالص، ده واحد ده اتنين المساله. بس التصريحات كمان يمكن باينه من بدايه الثوره يا امال، يمكن باينه، مش هننزل المظاهرات وبعد كده هننزل، احنا معاكم وبعد كده احنا مش معاكم، مش هنرشح حد الرئاسه، والله احنا المشاركه مش المغالبه يعني. بس صدقيني هم دلوقتي بيراجعوا نفسهم. انا امبارح بشيء من الدهشه العظيمه وعينيا اتفتحت 360 درجه وانا بتفرج على احدى البرامج في احدى القنوات الفضائيه، خرج متحدث رسمي باسم الجبهه السلفيه اعتقد اسمه دكتور خالد، صراحه كده وش بيقولها، احنا اسفين ان احنا ما كناش يوم 18 نوفمبر معاكم في الشارع، احنا اسفين ان احنا كنا ساعتها كنا بنعد الانتخابات، احنا اسفين ان احنا قلنا نعم للتعديلات الدستوريه، احنا نازلين معاكم يوم الجمعه. لدرجه ان المذيعه وهي ست ذات خبره اعلاميه قالت له اشمعنى دلوقتي؟ بس ما هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي. اشمعنى دلوقتي؟ احنا كلنا دلوقتي واقفين في وش الحيطه. عندنا دلوقتي يا مرشح اسلامي يا مرشح يدعمه العسكر، ودي يعني بالصوره النهارده اللي ممكن نقدمها، النهارده ده عمر سليمان، السيد عمر سليمان رايح يتقدم، كل دي بريهات حمراء من الشرطه العسكريه بتدعم دخوله. الحقيقه ما عندناش اعتراض على دوت، لكن الاعتراض الحقيقي طب ما نقول من دلوقتي. الغريبه بقى كمان من ضمن الحاجات اللطيفه من ضمن الدراما اللطيفه جدا انه ابو الفتوح خرج للناس وقال لهم انا هترشح، عمرو موسى خرج للناس وقال لهم انا هترشح، احمد شفيق خرج للناس وقال لهم هترشح، في ثلاث حتى الان لم يخرجوا يستاذنوا الناس اللي هينتخبوهم. الشاطر خيرت الشاطر اللي
غرابه، اكتشفت امبارح ان هو اتكلم مع رويترز، خارج الشوكر فعلا. اتكلم مع رويترز، صحيح. ما اتكلمش مع التلفزيون المصري مثلا. محمد مرسي، دي ملحوظاتي كاعلاميه، سيبك ان انا مواطنه مصريه. محمد مرسي اللي في غمضه عين ترشح ما قالش طبعا للناس انا نازل. عمر سليمان ما قالش للناس انا نازل. يعني اللي مفترض ان هو يعني ايه يقول ايه يجر ناعم مع الناس عشان هم اللي هينتخبوه خلال شهرين من دلوقتي، اساسا ما اهتموش ان هم قالوا لهم احنا نازلين. طيب احترم ابو الفضوح، احترم حمدين، احترم احمد شفيق، احترم عمرو موسى، لانه خبط على الباب انا نازل يا جماعه اترشح باسمكم. دي مبادئ يعني بديهيه في عالم السياسه، بس احنا طبعا ما عندناش اي بديهيات دلوقتي. طيب خلينا الكروت كلها متلخبطه والدنيا الناس كلها بتتفرج، واحنا انا كمان يمكن المشهد في عز الزحمة. يمكن قراءه كمان المشهد السياسي اللي موجود عن الجنسيه. الجنسية التانية بتطارد مرشحين كتير جدا في الرئاسة. يعني ما اعرفش بقى الاقوال اللي بتقال طبعا عن والدة حازم صلاح ابو اسماعيل، هل هي امريكية ولا لا، او طلع اقاويل كتيرة جدا ان دخلت السعودية بباسبور امريكاني في 2006 عشان تعمل عمرة، والخارجية الامريكية بعتت ان هي فعلا مواطنة امريكية وبتحمل الجنسية. شلينا موضوع الجنسية ده، بصي انا شايفة طيب انا بس عايزة احطهم لك عشان وانت بعد كده تقولي لي صحة الاخبار. وسمعنا ان سيد ابو الفتوح معاه جنسيه قطريه، وسمعنا ان خيرت الشاطر معاه جنسيه تانية، فانا عايزه اعرف بقى ازدواج الجنسيه اللي بيطارد معظم المرشحين. وسيد عمرو موسى كمان يمكن بيقول ان والده كان متجوز واحده فرنساويه فهو عنده اخ فرنساوي. مش عارفه بقى صحه الكلام ده كله ايه، وهنوصل لايه في الكلام ده كله. بصي هو ده مساله تدوير في الدفاتر. يعني كل واحد فينا بيتعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا، فكل واحد بيتمسك من حته صغيره. بس هو مساله الجنسيه ومش مساله الجنسيه، انا عايزه اتكلم على حازم ابو اسماعيل تحديدا برضو مع حفظ الالقاب. اذهلني انه حازم ابو اسماعيل امبارح باين امبارح عمل مؤتمر صحفي في جامع مسجد اسد من الفرات. دي حاجه يعني ايه يا جدعان؟ يعني المسجد ليه قدسيته وده مكان دين. في ايه يا جدعان؟ وده طبعا بيذكرني برضو لما بروح اصلي الجمعه والخطيب يقول حاجه هي الهدف منها سياسه او الهدف منها توليع الدنيا. انا حضرت الصلاه من عده اسابيع في مسجد في عزبه النخل. كان كل هدف الخطيب ان هو يوصل لنقطه في الاخيره، نقطه مهمه جدا. اوعى تقولوا للمسيحيين في اعيادهم كل سنه وانتم طيبين، بس بشيء من والله ده مسجد مصري في منطقه شعبيه الخطيب بيقول ده. المهم نرجع لحازم ابو اسماعيل. انا بكلمك بس كيف يتم استخدام المساجد لتوليع الدنيا اساسا. يعني اولا حازم ابو اسماعيل مع احترامي ليك انت مرشح اسلامي على عيني وعلى راسي، عايز تطبق الشريعه على عيني وعلى راسي، بس معلش الجامع ده بتاعي وانا مواطنه مصريه وبروح الجامع، مش هسمح انه يتم استخدامه لصالح السياسه. وراح يتكلم على انه امريكا ضده، مساله المؤامرات ومساله مش عارفه ايه. خلاص يا عم حازم، في مؤامره ضدك، هل تستجيب لها وتقدم ما يدحض هذه الشكوك؟ ما المساله سهله جدا، اصل المساله سهله جدا. مساله ان هو يطلع بباسبور للست الوالده الست نوال ويقول انه والله لا ست مصريه، ودي تاريخ دخولها مصر بالجواز دوت، وتاريخ دخولها العمره بالتاريخ دوت. المساله لا تستدعي اكتر من 2 سكان لصفحتين سكان لباسبور الوالده المصري وخلصت. لا وبعد كده حتى في المؤتمر الصحفي هم بيقولوا وانا بقول واحنا قلنا، واصل امريكا قالت واصل السعوديه عادت المساله. لا وفكره كمان انا مش عارفه اساسا الكلام الكتير فيها ليه. اذا كان حازم ابو اسماعيل بيقول ان هذا غير صحيح، يا شيخ حازم يا استاذ حازم يا سيد حازم اطلع لنا بورقتين سكان تؤكد انه الست دي دخلت العمره التاريخ اللي بيقولوا عليه دوت بجوازها المصري، ودخلت امريكا في هذا التاريخ بجواز مصري. المساله تستدعي اكتر من تاشيره موجوده. فعشان نحسم مساله الرئاسه اتقال انه العوة من اصل سوري، بس بالزبط. الكلام ده من 1913، يعني انت عليك حاجه من راجل على الحدوته دي. بغض النظر يعني انا شايف عبد المنعم ابو الفتوح برضو كلام بيتقال. خيرت الشاطر نتيجه لاستثماراته كان اعتقد كان عنده حاجه ليها علاقه بالامارات، والامارات والقطر الحصول عليها باعتبارك مستثمره او لاعبه كره او ماراثون او طبيب، لانه أو كمان دكتور عبد المنعم ابو الفتوح يعني هم اساسا يعني قطر ما عندهاش اساسا فرق رياضيه وبتفوز في اغلب المسابقات العالميه بناس من اثيوبيا وناس من الصومال، ويعني قطر سبونسر لبرشلونه. فهي دي الحدوته، ان مساله الجنسيه الثانيه دي هي مساله يمكن حسمها، لكن احنا اللي عايزين ننحي الناس هننحيهم، لكن يظل في اسماء برضو ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عليها لمجرد ان هي بس موجوده. طب اذا كنتوا هتطلعوا ابو الفتوح وتطلعوا عمرو وتطلعوا عمرو موسى وتطلعوا، طب اوكي انا يبقى انا شخصيا هروح ادي خالد علي او هدي حمدين صباحي. هل فعلا السيده بوسينة كامل انسحبت؟ اعتقد ان هي ما جمعتش عدد التوكيلات المطلوبه، اعتقد يعني ده على حسب علمي.
يعني. طب وقراءتك للمشهد السياسي في المرحله اللي جايه، تصفيه حسابات، ايه اللي هنشوفه، ايه اللي هيحصل الموضوع؟ بص يا دينا، هو في كلام اتقال كتير من بعد 11 فبراير، وفي ناس كانت بتشكك في نزاهته لاعتبارات تتعلق بتعلقنا العاطفي بمنطق الدوله، الدوله التي يحكمها اب. يعني انا من ضمن الولاد امبارح بيقول لي انا حابب حازم ابو اسماعيل لانه بيعاملني زي اب. قلت له خبر اسود ومنيل، انا هجيب واحد عشان يبقى اب ل 40 مليون هم المفروض ان هم يروحوا يحطوا صوتهم؟ طب انا ما شفتش حازم ابو اسماعيل ما عاملنيش كاب، طب انا هعمل ايه؟ مش هروح انتخبه؟ لا، فكره الاب دي لسه احنا عايشين، يعني اغلبيه من الشعب المصري عايشين اسيرين ليها. اختيار البعض لعمر سليمان هيكون قائم على ايه؟ اصل هو شخصيته قويه، واصل هو راجل يعرف يشكم الاخرين. خبر اسود ومنيل برضو، يعني اللي هو ايه، مش ممكن يا جماعه يبقى دي منطلق اختياراتنا للرئيس الذي سيحكم مصر. الرئيس الذي يحكم مصر مش ابونا، لانه ابونا اللي في موجود في البطاقه، الموجود في شهاده الميلاد، الرئيس دوت موظف عندي، عند شعب مصر، مش عندي امال عويضه، بدرجه رئيس. عمر سليمان مفروض ان هو يبقى رئيس عندي، موظف عندي بدرجه رئيس. عبد المنعم ابو الفتوح موظف عندي بدرجه رئيس، مع الاحترام ليهم كلهم، لانهم في النهايه عرضه للمساءله، عرضه للحساب، عرضه للاختيار. انت واحد نازل في السوق، انا هروح اختارك. طيب يبقى انا ليا فضل عليك. طب عشان كده يبقى احنا الشعب يريد مناظرات بين مرشحين الرئاسه. من حق انا كمواطن مصري ان اشوف المناظرات واختار، اشوف البرنامج الانتخابي هيناسبني ولا لا. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بقول لك في ثلاثه من المرشحين والثلاثه الرئيسيين اللاعبين الكبار، من اللاعبين الكبار اللي هم قلنا عليهم عمر سليمان وخيرت الشاطر ومحمد مرسي، حتى الان ما خرجوش في جرايد مصريه يقولوا، يعني ما اتعملش معاهم حوار عشان انا اروح اقراه اقول والله ده خيرت الشاطر قال كذا او عمر سليمان قال كذا. لا، هم نزلوا، احنا نازلين كنوع من، يعني عارفه اللي هو ايه، حسنة ونسيدك. يعني انا جاي عايز منك صوتك، بس انا نازل، يعني انت لازم تقبل. طب هل كده الشعب المصري ما بين خيارين، يا اما المرشح الاسلامي يا اما مرشح من النظام السابق؟ الخيار مطروح، الخيار مطروح، بمعنى احنا اسفين يا ريس فاختار الثلاثه بتوع الكتله بتوعت يا ريس، او احنا الثوره مستمره فنختار حد من الاسماء المطروحه في الاتجاه القومي، في الاتجاه المصري، في الاتجاه اليساري او الليبرالي. الاتجاه مطروح، لكن يجب الا ننفي وما نحطش يعني غمايه على عينينا ونقول اللي هيحصل هيحصل. لا، لاول مره مصر في اختيار حقيقي يجب ان نتخلص من حاله الاميه السياسيه الفكريه، وان انا عايزه رئيس يجي يشكمني. انا اتشكمت 60 سنه، مش محتاجه رئيس تاني يجي يشكمني، مش محتاجه رئيس تاني يبقى اب. خلاص، حكايه الاباء دي خلصت، خلصت بمعنى ان انا ابويا اللي في شهاده الميلاد، مش محتاجه اب يكون رئيس، انا محتاجه رئيس. لكن هل هيتخلص بقى المسؤولين عن هذه الدوله عن رغبتهم في حمايه انفسهم ومصالحهم في الاساس؟ ده خطوه مش عارفه دينا هنوصل لها ولا لا. طب شايفه ان الانتخابات كمان اللي جايه هتكون عامله زي انتخابات مجلس الشعب؟ يعني الدين هيلعب دور اساسي فيها؟ هيلعب. اصل انت عندك لاعب اساسي اسمه الاخوان المسلمين، عندك لاعب اساسي اسمه السلفيين، هيلعب طبعا. بس املنا في اللحظه دي انه يكون اللعب لصالح مصر مش لصالح التيار. طب ولحد دلوقتي الاخوان ولحد دلوقتي هي لغايه دلوقتي هم بيلعبوا لصالح التيار، يعني الاخوان بيلعبوا لصالح. انت بصي لشكل التكتلات، ارجوكم اخرجوا بره من مصر، شوفوا اللي حصل ايه في المغرب، حزب العداله والتنميه، شوفوا ايه حاصل في سوريا، اخوان سوريا، شوفوا ايه اللي حصل في قطر ودعمها للاخوان، شوفوا اللي حصل برده في السودان. ما هو مربع مش هتخرجي منه، سوريا، قطر، السودان، العداله والتنميه في المغرب. ما تخرجوش من المنطقه دي غير لما تدركوا ان الاخوان ليهم علاقه بما يحدث في المنطقه. امريكا ليها علاقه بالمنطقه. يا جماعه مش هينفع ان احنا نبص بس حازم ابو اسماعيل امه امريكيه ولا مش امريكيه. يا جماعه بصوا لدور مصر، مكانتها، بس ما يبقاش ده يستغل من جهه اخرين ان احنا نرعب الناس ونقول لهم لازم نجيب حد يشكم البلد. بس خلينا برضو نرجع ونقول ان المواطن المصري البسيط، يعني انا ما بتكلمش على النخبه السياسيه ولا بتكلم على الناس المثقفه ولا بتكلم على المواطن المصري البسيط اللي بيدور على رغيف العيش وموبت البوتاجاز. بالظبط، انا معاكي. رايه ايه؟ رايه ايه؟ لسه عنده ثقه في الناس بتوع ربنا. بس هل الناس بتوع ربنا حلوا الازمات دي؟ متكتفين. ما انا بقول لك، انا برد عليكي. طيب، برد عليكي. هم عندهم امل انه التكتيفه تتشال فهم يقدروا يساعدوهم. بس الحقيقه الطيارين، المشكله يا دين، المشكله حقيقيه اللي انا شايفاها كمواطنه مصريه عاديه، انه كل الطيارات بتلعب
لصالح مصالح التيار، ده صحيح، لصالح المصريين. اتمنى انه المساله يعني تتسع حتى نرى دور مصر. وهقول لك حاجه في النهايه للي خايفين من التيار الديني، انا بقول انه خلاص لو هيجي تيار ديني ما يجي ونخلص بقى، تبقى فتره تاريخيه نمر بيها. جربنا حكم العسكر 60 سنه، هنستنى ايه تاني اكتر من كده؟ تخلص الفتره دي ونقبل غيرها. بس هل بقى هل العسكر هيسمحوا؟ هل الاسلاميين هيسمحوا؟ المساله فيها كلام كتير ومفاجات لن تنتهي حتى اختيار الرئيس، قد يكون الرئيس نفسه مفاجاه. الصحفيه المتميزه جدا 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 ايمن عبيد، انا فعلا بستمتع وانا قاعده معاكي في الاخبار، وبحس ان انا مش عايزه اخلص، عايزه اتكلم في حاجات كتيره جدا. اتمنى احنا بس ان نكون الناس بنقدر ننور اي منطقه، نقدر نقول كلمه حق وخير. وارجوكم اعذرونا من بعض التحيزات التي تظهر غصب عننا، بس في النهايه والله اذا كان في تحيز فهو التحيز الاكبر مش لرايي ولا وجهه نظري ولا التيار انا بنتمي له مع اني مش منتميه للتيار، تحيزي الاكبر لبلد اسمها مصر تستحق افضل مما نحن فيه. اشكرك. ننتقل لفاصل ومعانا تقرير عن هقول لكم حالا تقرير تطوير مستشفى العباسيه للامراض النفسيه. كاميرا نهارك سعيد كانت هناك، فخليكم معانا وتابعوا التقرير ورجعوا لنا مره ثانيه.